لهم على جديد في النقطه دي، اللي احنا لازم بعد المباراه ديت لازم نكمل نفس تركيزنا، تركيزنا ما ينفعش يقل. طبعا ده الجهاز الفني. بعد كده كابتن محمد شناوي. شناوي عنده دور كبير معاكم جدا جدا. كابتن شناوي بص يعني اخويا الكبير الشناوي، والله بحبه جدا، والله بحبه جدا جدا والله. لا يعني دخلني في تفاصيل اكتر افهم. ما هو انت مش هتقول كده بتحبه قوي الا اذا كان له مواقف معاك. مع مش معانا، مع الناس كلها بصراحه، مع الناس كلها. شناوي من اللعيبه الرجاله جدا اللي تقدر بص تعتمد عليه في اي حاجه، اي حاجه تعوزها منه خلاص هو عملها. مش بس حارس مرمى الفريق. خالص مش بس مش بس بالظبط كده. فهو بعد ماتش، بعد ماتش بيراميدز نادانا واتكلم معانا ولازم ان احنا نكمل بتركيزنا، ولازم ان احنا زي ما احنا نكمل وزي ما احنا لسه ما خدناش الدوري، الماتشات الجايه هي اللي هتكملنا كده. واحنا بصراحه مش هقول لك لا، احنا كنا بنهزر، بنهزر كتير جدا. ماشي. بنهزر فعلا، بنهزر في التمرين وبتهزر قبل ماتش بيراميدز وبعد ماتش بيراميدز. ماشي. فالدنيا هي النقطه اللي هو انت خايفين للنقطه اللي هو انت نفك. فكان الشناوي يقول لك انا هسيبكم تهزروا براحتكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس في التمرين مش هنهزر. لا وفي التمرين، لا وفي التمرين كنا بنهزر. ماشي. بس اهم حاجه ما نفكش، اللي احنا كسبنا خلاص بيراميدز فخلاص بقى نفك. فاحنا ماشي. عشان الهزار بقى كان بيزيد. ان احنا طبعا خايف يعني كلنا بالظبط، خايف على الدنيا تفرط. كهربا ورضا سليم وامام وانا مين اللي بيقلبوها مراجيح بقى؟ ما انا بقول لك كلنا يعني كلنا. لا قول لي بالاسماء يا باشا. انت قلت رضا سليم، كهربا، كهربا وامام. رضا سليم مش متوقع بالنسبه لي، كهربا افهم. سنجل رضا سليم سنجل. لا والله. ايه بقى؟ هو دايما يفضل لك سنجل كده ويفضل يهزر. ف ماشي. وكهربا وامام وهم كهربا مثلا ورضا ديت فقره لوحدهم كده الاثنين. دي فقره، دي فقره لوحدها كده. حلو. الفقره الثانيه مين ومين؟ برعايه مين ومين؟ منعم. منعم. منعم وكلنا، منعم وكلنا معاه. منعم. لا والله العظيم، والله منعم كلنا نقفشه مره واحده مثلا. سمعني بحس انه هزاره تقيل قوي يا اخي. لا هو هزاره تقيل يا اخي. الراجل ده الوحيد اللي ما ينفعش يفرح. يعني مرتين كان هيملخ كولر. هو بيملك اي حد، ومش كولر بس. او يضربنا كلنا بهزار. مش طبيعي يعني. مش طبيعي. وقفشه برضه نفس الكلام. قفشه مشكلته حاجه. افيهات وحشه. لا افيهات وحشه جدا يعني، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هو دايما اللي هو انا اللي صح. يا ابني انت بدينا فرصه نتكلم. لا انا اللي صح. ماشي. هتشوف وانا كده يا حبيبي. ما يقول لك لا 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 برضه غلط يعني، حتى لو حصلت حاجه عكس يقول لك لا. مصر على الرايحه. مصر. ماشي. فنبدا احنا يا عم الفيلسوف. ايوه. مفيش فايده. مفيش فايده. فهو قفشه كده وبتاع. فيعني فكنا بقى بنهزر كتير. فابن الهزار ده هو خاف عليكم الدنيا تفرط، فكان دايما يقول لكم يقول لكم هزروا. المشكله مش في كده، المشكله احنا المحاضره قلبناها هزار برضه. برضه. طب انتوا بتكسبوا ازاي لما انتوا بتهزروا طول الوقت كده؟ ما نفهمش. عشان ان احنا كلنا الحمد لله كانت ان هي كانت سالكه كلها. كلها من بعضينا، وكلنا كنا بنحب بعض، وكلنا كنا مفيش حد كان مثلا شايل من حد، او حد مثلا زعلان، او حد مثلا عايز الفرقه تخسر مثلا، او مثلا حد جواه مثلا وحش ولا حاجه. لا كلنا كنا.